في زيارة لكاميرتمان مصر جئنا إلى حي حلوان بجنوب القاهرة لمتابعة مركز إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، والذي يأتي تفعيلا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتذليل جميع الصعوبات أمام الأشخاص ذوي الهمم وتيسير حصولهم على الخدمات المتكاملة بسهولة. كما سيتم أيضا من خلال اللجنة إعادة إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة القديمة لمعاش تكافل وكرامة ومعاش ذوي الهمم. كارت الخدمات المتكاملة، وده الكارت طبعا اللي الأشخاص ذوي الإعاقة بتثبت إن الشخص ده من الأشخاص من ذوي الإعاقة، يعتبر زيه زي البطاقة الشخصية للشخص من ذوي الإعاقة. ده بيتم من خلال سيستم الخدمات المتكاملة الخاص بوزارة التضامن. عندنا سيستم، السيستم ده بيبقى عبارة، احنا بنتقسم هنا في المكتب لمدخل بيانات ومراجع. مدخل البيانات بيبتدي الأول في الجزء الورقي، بنملى استمارة البيانات الأساسية، وفي جزء الأخصائي النفسي والأخصائي الاجتماعي بيشتغلوا بيعملوا تقييم وظيفي للحالة، وبعد كده مدخل البيانات بيرفع الملفات اللي تخص الحالة على الموقع. بعد كده بيبتدي الجزء بتاع مراجع المكتب اللي هو مدير المكتب، بيبتدي الراجع ورق كله بيوصل وزارة التضامن الاجتماعي، تم مراجعة الطلب لحين استخراج بقى الكارت بيستلمه العميل. طبعا بنقدم لهم كل الدعم، كل الخدمات، سواء كانوا طلاب أو كل الإعاقات احنا بنشتغل عليها، بندربهم وبنأهلهم لسوق العمل، بنساعدهم في التوظيف، اللي في الجامعات بنساعدهم برضو بمصروفات أو بخدمات بنقدمها لهم، بنقدم أجهزة تعويضية ليهم، بنقدم دعم نفسي، بنأهل للتوظيف، بننزل ونعلمهم مهارات. ومن جانب آخر، ما زالت تباشر وزارة التضامن الاجتماعي عملها لاستخراج 1,000,000 بطاقة خدمات متكاملة إضافية على مستوى الجمهورية، يأتي ذلك بنهاية يناير 2024. كما ستبدأ تنفيذ إجراءات استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للمرحلة الثالثة للأشخاص ذوي الإعاقة. أنا عندي تيبس بالطرفين للويل، وعندي وعامل عملية بتركيب مفصل كامل، مفصل الحوض والمفصل التاني محتاج عملية. عامل الكارنيه أصلا الورق في مكتب التأهيل هنا من 1999، دخلني من إعدادية ثانوي ومن الثانوي دخلني جامعة. وافق مجلس الوزراء على طلب بدء التسجيل الإلكتروني في باقي مراحل إصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة البسيطة من الإعاقات الحركية والذهنية والبصرية والسمعية واضطراب طيف التوحد وأمراض الدم. من مصر، أحمد يعقوب.